البوسني اللاعب إبراهيم سهج. سالم الدوسري اللي استلم شارة القيادة الليلة يا علي البلي بالنسبة لفريق الهلال والجيسوس. الكرة خطأ ليوناردو، ليوناردو يقبل الهدايا. لا الحكم ممكن، لا لا الحكم صفر أم لا؟ الحكم يؤكد أن الجول صحيح، الجول سليم، ليوناردو يقبل الهدايا، الهدية الأولى من دفاع الخليج ليوناردو. مش ممكن، مش ممكن يا سافيتش، ضغط عليه سافيتش، افتكها سافيتش، قطعها سافيتش. شوف حصار الهلال من وين، شوف من وين حاصروهم، من أين أوقفوهم يا سافيتش، يا سافيتش ماذا صنعت يا سافيتش؟ ليوناردو رفع رأسه، ليوناردو رفع رأسه وسدد بالقدم اليسرى وسجل أولا للهلال، سجل أولا للسعيد، سجل أولا للأزرق. هنا في سالم الدوسري يستعد العرضية، يرفع الكرة في القائم الأول، الرأسية في المرمى، المجنون مجنون. آي 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 متروفيتش يا سادة يضيف الهدف الثاني للهلال. متروفيتش بعد العرضية من سالم، المجنون القيصر الصربي يضربها بالراس، يخطفها بالراس، يجيبها بالراس، يسجلها بالراس، يدونها بالراس. متروفيتش، متروفيتش الثاني هلالي بعد سيطرة، بعد استحواذ، بعد حصار، بعد خناق لفريق الهلال على الخليج في مباراة الليلة. الفرحة الزرقاء في مدرجات الدمام حاضرة، والمجنون مرة أخرى يجل جنونه مع سالم الدوسري بالهدف الثاني لفريق الهلال. 2-0 في شوط المباراة. النجم السابق لفريق تريكانا يستعد للضربة، ابن أولمبياكوس هناك في أثينا في اليونان، في اليونان. الله بونو السالم، السالم السالم السالم، عبد الله السالم انتحر مع الكورة بعد أن ضاعت من فورتونيس. آي 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 الخليج، الخليج يريد العودة. هنا اللقطة، هنا الكورة، هنا البينالتي، ما فيش كلام، بعد ذلك الجول. هنا 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 السالم السالم، الهداف الأول في الخليج، الهداف الأول في الدانا، يسجل لهم ويقلص الفارق لفريق الخليج. بونو تصدى، بونو ارتمى، بونو ردها، لكن الثانية صعبة، الثانية صعبة. الصغار من أبناء الدانا يفرحون، والحكم يؤكد أن الهدف سليم لأن الضربة كانت من السالم، عبد الله السالم يؤكد أنه من سجل في الكرة الأخيرة. علي البليه اللي يمرر بشكل خاطئ إلى خالد ناري، خالد ناري هذه خطيرة، 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 هذه في المرمى، هذه في المرمى، هذه في المرمى، هذه في المرمى، هاتها من الشباك يا بونو. عبد الله السالم يعدل النتيجة في وقت مبكر في شوط المباراة الثاني. الخطأ القاتل من علي البليهي يأتي بالهدف الثاني وتعادل للخليج. الخليج يعدل النتيجة عن طريق هدافهم الأول، السالم السالم، خالد ناري. آه يا ناري، ناري ناري ناري، أنت ناري، حط على طول للسالم في الشباك يا كوليبالي. 2-2، مباراة ستشتعل في الشوط الثاني، مباراة سيكون فيها جنون، مباراة سيعيد فيها الخليج ثقته، مباراة سيضغط فيها الهلال، مباراة سنرى فيها العجب العجاب. يا لها من ليلة ويا لها من أمسية، هدفين مقابل هدفين بالنسبة لفرقة الخليج وبالنسبة لفرقة يستميت في المباراة، يفكر أنه ممكن يفعلها، يفكر أنه ممكن يفعلها اليوم أمام فريق الهلال، أمام الزعيم، أمام المتصدر. الكرة تعود مرة أخرى، وصلت مرة أخرى، هذه المرة لفريق الخليج. البينية، دخل دخل خالد ناري، مارتينز، فابيو،
شباك الهلال يقلبون كل الأرقام ويوقفون الزعيم. آي 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 الدانا دانا الدانا يدون فابيو مارتينز البرتغيز يسجل الثالث في لحظة توقف فيها لاعب الهلال. هنا الكرة، هنا المرور، هنا الانطلاقة، هنا اللمسة، هنا اللعبة، هنا 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 مارتينز، مارتينز يا مارتينز الكابتان الليدر فريق الخليج يسجل الثالث ويقلب الأرقام ويقلب الطاولة ويقلب المباراة ويقلب الأجواء ويوقف كل شيء حتى الآن، كل شيء يوقفه حتى الآن. يا جمهور الاتحاد، أنتم من ينتظرون هذه الليلة وأنتم من يريدون أن تتوقف ليالي الزعيم من أجل الصدارة غدا. أوه يا سيشتعل الدوري، سيشتعل الدوري.